دب يثير الرعب على متن طائرة للخطوط الجوية العراقية ويتسبب تأخير الرحلة. فعلا سيناريو فيلم سينمائي أشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن انتشر مقطع فيديو يوثق محاولة أفراد أمن ومتخصصين تهدئة الدب فرما قفصه خلال وجوده على متن طائرة للخطوط الجوية العراقية وسط حالة من الهلع في صفوف المسافرين. وفي تفاصيل القصة، اضطرت الخطوط الجوية العراقية لتأخير رحلة عودتها من مطار دبي الدولي إلى مطار بغداد بسبب هروب دب وخروجه من القفص المخصص لشحنه على متن الطائرة. وكان أحد الركاب على متن الطائرة قد نشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو التقطه يمكن من خلاله سماع أحد الركاب يقول إنه رحلتهم اتأخرت لأكثر من ساعة، وتم إبلاغهم بأنه السبب هو دب هرب من الصندوق المخصص لشحنه. خطوط الجوية العراقية راجعين من دبي إلى بغداد، صعدنا كل المسافرين بالضبط متوجهين من دبي إلى بغداد. صارنا تقريبا تأخرت الرحلة ساعة، ورا ما تأخرت الرحلة ساعة اجونا هسه يقولون اكو دب كان بالطيارة بالقفص وكاسر القفص وشارد. يعني الدب يشرد من قفص، لكن وين صايرة هاي؟ لازم ننزل حاليا وبعد تقريبا من عرض الجد لازم نرجع للصالة، ورا نرجع للصالة نرجع دور دبي اللي جاي. وبحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يقال أن الدب لمسؤول عراقي كان على متن الطيارة. وقالت الخطوط الجوية العراقية في بيان لها أنها تعتذر من المسافرين لتأخر رحلتهم نتيجة إفلات دب من قفص داخل غرفة الشحن في الطائرة، مشيرة إلى أن الواقعة خارج عن إدارتها. وأكدت الشركة أن إجراءات شحن الدب جرت بطريقة أصولية وبإجراءات معتمدة عالمياً عبر تخصيص قفص وفق شروط الاتفاقية الخاصة بنقل الحيوانات المعتمدة لدى IATA المنظمة الدولية للنقل الجوي. وبينت أن الدب خرج من الصندوق المخصص لنقله عند وصول الطائرة إلى مطار دبي، ما استدعى الطاقم إلى التنسيق مع السلطات الإماراتية اللي أرسلت على الفور فريق متخصص لتخدير الحيوان ونقله إلى خارج الطائرة. وأكدت الشركة استئناف الرحلة بعد التأكد من عدم وجود ما يؤثر على سلامة المسافرين. وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بشكل واسع مع هروب الدب من قفصه وتعطيل رحلة المسافرين على متن الخطوط الجوية العراقية، حيث انتقد كثيرون الواقعة خاصة حالة الهلع اللي عاشها المسافرين. مشتاق البراجي كتب في تعليق للخطوط الجوية العراقية: يعني كان صارت حادثة برحلة الذهاب بسبب خروج الدب من القفص، ولكن الله لطيف بعباده، اتقوا الله بالعباد وفي أنفسكم. محمد راضي علق عبر فيسبوك ساخرا وقال: أكو شيء اسمه مهنية وجدية بالعمل والتزام بالقوانين وتطبيق التعليمات بحذافيرها. بالعراق هاي الأمور مسوي لها Shift Control Delete. وأنتم متابعينا، ما هو رأيكم؟